يا إلهي مباراة تخنا داخل المباراة مشتعلة الأجواء في المدرجات الجزائر لا تهدر أصلا في ملعب رائع واحد من أجمل الملاعب العالمية على الإطلاق. نؤكد للمشاهدين أنه لم يفوتهم الكثير لأن المباراة بدأت للتو. بينية تمر الضغط أكيد كان سبب في فقدان الكرة بسهولة لكن عليهم تقديم المزيد في الملعب حتى لا يتكرر هذا الأمر. الله صمم الأمان للفريق يقطع الكرة تمريرة بينية تبدو خطيرة إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. أنسو فاتي حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة لقد كان بالإمكان أفضل من مكان ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. مارتينيز يندفع بقوة إلى الأمام احتفظ بالكرة في مكان مارتينيز يتسبب كرة جميلة فرصة للتسديد أعتقد أنها يسدد يلعب الكرة فرصة أخرى كيم مين جاي تدخل في الوقت المناسب لإيقاف الهجمة وتحدم شيلويل وحاول التسديد بعيدة جدا تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب ماتيوس نونيز ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسن في الأمام مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة إلى اتخاذ قرار إلى ذكاء. شيلويل يحاول لعب الكرة إلى الأمام أنسو فاتي وستكون هنا رمية تماس يلعبها ببراعة نهاية نمبر 11 سيتابع أحداث الصوت الثاني بنتيجة التعادل بدون أهداف للدفاع ويكون هذا هو مصدر الخطورة الدائم بالنسبة له في الملعب. ماكنين فشل في اختراق الدفاع بكرة بينية اختراق جميل على ماتيوس نونيز والآن وقت انتظار تغيير مع توقف اللعب انطلاقاتها راح تكون مصدر خطورة في داخل الملعب بالتأكيد. The attendance for this match was 71,649. شيلويل شيلويل في كرة خطيرة إلى الأمام فرصة للتسديد
يتألم مثل الأسد اللي يرجع في دفاع عالم. يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس مرمى. أونانا إمكانية مرتدة عمل بريسنج ونجح في استعادة الكرة. كان ممكن الأمور تتعقد أكثر في الهجمة المرتدة لولا التدخل الجريء لاستعادة الكرة مرة أخرى. بداية هجمة كانت مبشرة وايدة لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجم. تحية كبيرة على روح الفريق العالية ورغبة في تحقيق الانتصار. الاستمرار في المحاولة أمام المرمى حتى الدقائق المتأخرة. يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. لا تسألني كيف فات، لا أعرف كيف وضع الفريق هذه الفرصة المتاحة. شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. لمسة بينية يقطعها في الوقت المناسب. أداء رائع جدا من المدافع. كاير ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. الآن في فرصة من أجل التقدم في الوقت القاتل. من المهم التركيز من أجل استغلال أي فرصة متاحة. رياض محرز. محرز ما زال يمكن الفوز بهذه المباراة لو استغلوا هذه الفرصة جيدا. التقدم في هذا التوقيت راح يكون قاتل بكل تأكيد. بعد ذلك الأداء المميز بدفاع الفريقين أعتقد أنهم يستحقون الثناء كثيرا على ما قدموه هؤلاء النجوم.